مدرستي يا مدرستي يا مدرستي. صباحا محملا بأريج النرجس والجوري، أهلا وسهلا أصدقائي في حكاية جديدة من برنامجكم حكايات المدرسة. وسنبدأ حلقتنا اليوم بهذا المشهد الدرامي الذي سيقدمه مجموعة من زملاء الطلاب، فلنتابع معا. صباح الخير. صباح النور أبنائي. بداية مثل كل يوم سأطمئن على نظافتكم ونظافة أظافركم. نعم أحسنتم. نعم رائعين. أحسنت. أحسنت. والآن لننظر إلى صديقتنا أليمار، كم هي مرتبة ونظيفة. شعرها نظيف وثيابها مرتبة، وأريد من الجميع أن يكون مثلها. أبنائي الطلاب، أنتم في المستقبل سوف تصبحون أطباء ومحاميين ومهندسين، وعليكم أن تهتموا بنظافتكم خارج المنزل وداخله، لأن النظافة من الإيمان، وهذا يعكس على المكان الذي تنتمون إليه. هي مجموعة عادات وطباع وممارسات يقوم بها الأطفال بهدف الحفاظ على رائحتهم وصحتهم العامة، وهذا السلوك الجيد هو عنوان تقدم الأمم ومؤشر حقيقي على مدى تحضيرها. وللتعرف على فوائد النظافة الشخصية للطفل، إليكم هذا التقرير الذي تم إعداده من قبل فريق التربوية. بحكم بيئة المدرسة واختلاف الفصول الدراسية، يتعامل الطفل بيديه مع عدد كبير من الأشياء كالمقاعد والمختبر، السبورة، اللعب مع الأطفال الآخرين وغير ذلك، مما يعني تعرضه للعديد من الأوساخ والجراثيم التي قد تنتقل من يديه إلى جسده، خصوصا عند تناوله الطعام أو عند ملامسة الأنف أو الفم أو العينين، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. إن أولى مهمات الوالدين والمعلمين هي تعليم الأطفال العناية بالنظافة الشخصية، وتنبيههم إلى أهمية غسل اليدين بالشكل الصحيح بالماء والصابون. يرى اختصاصيو علم النفس أن تعليم النظافة الشخصية يبدأ منذ الصغر، وللأهل الدور الأكبر في ذلك. فتعليم الطفل تدبر شؤونه لوحده يكون على مراحل، وغالبا تتم هذه العملية من عمر السنتين إلى 3 سنوات، حين يصبح قادرا على القيام بعادات الحياة اليومية، من تناول الطعام وارتداء الملابس والذهاب إلى الحمام والاغتسال. وهذه المرحلة رئيسية لتعليم الأطفال الاستقلالية في التصرف. من عمر 5 سنوات إلى 6 سنوات يكون الطفل قد أصبح قادرا على تحمل المسؤولية وإدارة شؤونه، فبإمكانه الاستحمام وحده وارتداء ملابسه دون مساعدة والدته. بدءا من سن 6 على الطفل أن يكون قد تعلم قواعد النظافة الشخصية، خصوصا في الحمام، لأنه سيبدأ بالذهاب إلى المدرسة ولا يجوز أن يرافقه أحد إلى حمام المدرسة. لذا على الأم أن تعلمه أصول النظافة الشخصية بأن ترافقه إلى الحمام في المنزل، وتصر على أن يتولى تنظيف نفسه بإعطائه الإرشادات، لا أن تقوم هي بالعمل بدلا منه. أولادنا يتعلمون بالملاحظة، فحرص الوالدين على اتباع قواعد النظافة كغسل اليدين قبل الطعام وبعده، وغسل الأسنان بعد الطعام، وإبقاء البيت نظيفا مرتبا، كل ذلك يساهم في أن يكون الأهل قدوة لأبنائهم في
في النظافة والنظام والترتيب. فكلما كان الطفل يشاهد أبويه حريصين على الترتيب والنظافة باستمرار، كلما رغب في تقليدهم واتباع ما يقومون به باستمرار. كذلك للمدرسة دور مهم في توعية الطلاب بأهمية النظافة الشخصية، إذ يقع هذا الأمر على عاتق المرشدة الاجتماعية من خلال استهداف عامة الطلاب في جلسات توعوية تشير فيها إلى أن النظافة الشخصية تقي جسم الإنسان من الإصابة بأمراض ملازمة وخطرة، كما أنها تجعل مظهر الفرد لائقا ورائحته زكية مما لا ينفر الناس ولا يؤذيهم، فهي تشكل أول انطباع عن الفرد وشخصيته. تنعكس آثار الاهتمام بالنظافة الشخصية على صحة الفرد النفسية، حيث تحميه من الإصابة بالاكتئاب والتوتر وتمنحه ثقة عالية بنفسه، تزيد قدرة الفرد على التركيز في تنفيذ الأعمال الموكلة إليه وإنهائها بسرعة وكفاءة عالية، لأنها تمنحه النشاط والحيوية. للأهل الدور الأكبر ولهم الجهد الأعظم في تربية الأبناء تربية صالحة، وتعليمهم أن النظافة مرتبطة بصحة الإنسان وبالكثير من الأمراض التي تهدد حياتهم، وعليهم أيضا زيادة الوعي لديهم في كيفية المواظبة والاستمرار على التمسك بهذا السلوك. وللتعرف على آراء الأهل إليكم هذا الريبورتاج الذي تم إعداده من قبل فريق التربوية، فلنتابع معا. كيف ممكن تربي ابنك على سلوك النظافة الشخصية؟ سلوك النظافة الشخصية إذا بدي ربي ابني عليه بده يكون نابع من أنا، من بيئتي وتربيتي، فأنا وقت بكون نظيف أكيد أولادي نظاف. سلوك النظافة الشخصية أنا لازم كون عم علم أولادي على أسلوب الغسيل، يفرش أسنانه، يحافظ على نظافته الداخلية، نظافته الخارجية، هندامه، لأنه نحن بسنة 2019 وما بعتقد أنه اليوم بسنة 2019 في حدا ما بيعتني بأسلوب النظافة. أنا بعتني عليه من خلال أني نبهه أنه يغسل إيديه دائما بعد الطعام، قبل الطعام، يفرش أسنانه مشان الحفاظ، وبعدين بعطيه أدلة ثابتة من خلال التكنولوجيا والإنترنت واليوتيوب أنه مثلا إذا ما فرشيت أسنانك شوف شو حيصير بأسنانك، إذا ما غسلت إيديك شوف الأمراض اللي حتصير، شوف الدكاترة، شوف الأطباء، شوف الإبرة. فهذا الموضوع اللي قائم نحن كأسرة. يعني الطفل هو يعني أميتيد، يعني بده يقلد الكبار. إذا نحن كنا قدوة حسنة طبعا بده يقلدنا، نظافتنا نحن، سلوكنا، مظهرنا، أدائنا، كيف نتعامل مع البيئة، كيف نتعامل مع الجو، بده يقلدنا الطفل. فنحن لازم نكون القدوة الحسنة له. هذا أكبر شيء ممكن يقلد الطفل فيه ويكون له، نحن نكون له قدوة حسنة، فبالتالي بده يقلدنا ونربيه على النظافة بنظافتنا أولا، وبتنبيهه بالامور اللي هي كيف بده يتعامل مع الطبيعه، كيف بده يتعامل مع نفسه، كيف بده يتعامل مع المجتمع، مع رفاقه، الانتباه للامراض، التوعيه. اليوم وسائل الاتصال كثير صارت يعني متوسعه كثير بشكل كبير، بالاضافه انه نحن لازم نثقف انفسنا لحتى نوصل المعلومه بشكل سلس ويكون مانو اوامر. يعني الطفل يكره الامر كاي انسان، إذا نحن وصلنا له المعلومة بشكل سلس فبيتقبلها، وبالتالي بيكون نحن عم نعطيه المعلومة الصحيحة وخليه يعتني بالنظافة. والله بتعليمهم كيف يعني أصول النظافة، شلون الترتيب، شلون الحياة اليومية، كيف ما نحن تربينا يعني من نربيهم ونعلمهم. يعني هي الطريقة بشوف أنا أنه المفروض الأهل يكونوا دائما هيك يعني عندهم حس التعامل مع الولد لحتى يفهموا بهالأمور هي. قديش هي مهمة النظافة على صحة الطفل؟ طبعا مهمة كتير، لأنه لما الولد بيتربى بمنشأ نظيف ومرتب
بيطلع الولد يعني صحته جيدة وممتازة. بنعلمهم يعني انه كل يوم يوميا شو يعملوا، يغسلوا مثلا ايديهم كل يوم الصبح ووشهم، ويعني مو يكونوا في ناس كثير موسوسة، بتبقى يعني موسوسة نظافة في ناس بتأثر على الطفل، يعني بيضعفوا كثير بقى، بتلاقي ما عندهم مناعة، ما عندهم شيء يعني. ايه بقى نحن بنعوده انه على النظافة الشخصية، وانه بنجيب تاتش وبنستعمل له تاتش يعني هيك تقريبا. قديش هي مهمة النظافة على صحة الطفل؟ مهمة كثير طبعا طبعا لك، وحمام مثلا كل 3 ايام مثلا حمام، او كل جمعة، او على حسب يعني من الولد شو متعود يعني. انا سلوك النظافة الشخصية من خلال الاعتياد بشكل دائم ومستمر والمتابعة والملاحقة بإشراف الأهل في سنة معينة، وبعدين بصير ترتيب شخصي من الطفل على دوام هالعادات الشخصية هي، إنه بحيث تصير بشكل متواصل متتالي أسبوعي ويومي وبالمتابعة الدؤوبة والمستمرة. ما هي أهمية النظافة الشخصية على صحة الطفل؟ طبعاً يعني الأمراض تأتي من قلة النظافة. النظافة أول شيء من الإيمان، فهذا الشيء إذا ربيناه نحن على السلوك، على سلوكية الاعتناء بالجسم، الاعتناء بالمظهر، كيفية الدخول للحمام، كيفية الاعتناء بمظهره الخارجي، بنظافته، بسلوكيته مع الآخرين، يعني وقت اللي أنا بدي أسعل وحط إيدي، حط محرمة على تمي، أنا بتعلم الطفل إنه أنا هذه شغلة إيجابية لازم أنا فعلها بشكل مباشر. لكن اذا انا كنت عم يعني عفوا ارمي الاوساخ بالطريق وكذا، فما هي نظافه بيئيه اساسا لحتى تعلم الطفل. الاعتناء بالطفل يبدا من الاسره ويكون في كل مناحي الحياه اليوم. يعني نحن يعني هلا الشيء اللي هلا عم تعملوه شغله رائعه كثير، لانه الاساس هو بناء الانسان، ويبدا الانسان من بناء الطفل. لازم النظافة على صحة الطفل، لأنه صحة الطفل مناعته كتير قليلة، فنحن الكبار ومع ذلك عم نشوف نحن بهالأوبئة وهالجراثيم الموجودة عم نعاني، فبتأثر بشكل كتير سلبي، إذا كانت مقصرة بتأثر عليه وبتعمل له مجموعة أمراض كتير كبيرة. يعني بقول لك لازم بتكون مهمة النظافة هامة جدا جدا وبشكل منقطع النظير، يعني هي الأصل والأساس. الأخصائي في المدرسة له دور الهام في تعديل أو علاج سلوكيات الطلاب، حيث يجب أن يتناول حالات بطريقة إيجابية تتسم بالجدية والمتابعة الدقيقة. فمن بين هذه السلوكيات عند الطلاب سلوك انعدام النظافة والاهتمام بالمظهر، ولذلك يسرنا أن نستضيف أخصائية الطفولة مريم الحاج عثمان.
النظافة الشخصية هي عبارة عن مجموعة سلوكيات وعادات بيتبع الإنسان وبيمارسها بمدى بعاداته اليومية، وهي بتدل على إنسان متحضر وبتعطي شعور بالراحة والثقة. نبدأ بمفهوم النظافة الشخصية عند الأطفال من عمر كتير صغير، والأفضل يكون بالسنة سنة ونص. الطفل بياخد النظافة الشخصية من الوالدين، من المربين المحيطين فيه، بياخدها من الأم والأب عن طريق النمذجة والتقليد. فالطفل لما بده يشوف أمه عم بتقوم بالنظافة الشخصية للبيت، لإله شخصياً، لإله للطفل، حياخد هذا الشيء باللاوعي. هذا ما بكفي، رح نكمل مع الطفل بعد ثلاث سنين، سنتين ونص، ثلاث سنين، حنكمل بطريقة مباشرة. كانت عنا أول شيء طريقة غير مباشرة بالسنة ونص لثلاث سنين، وبثلاث سنين وما فوق حيكون بطريقة مباشرة، حتكون حنعلم الطفل بسلوكياتنا ومهاراتنا اليومية كل عادة خطوة بخطوة لحتى تكون عنده عادة باللاوعي. كيف أدرب طفلي على النظافة؟ أنا ببلش بطفلي بطريقة مباشرة بعمر 3 سنين، بدربه على النظافة الشخصية. هلا نحن مهمتنا كأهل إنه ننمي الاستقلالية عند الطفل. الطفل نحن لما ما بنخليه ينمي هالاستقلالية عنده فبيصير عندنا مشاكل سلوكية. لازم نحن كأهل نشتغل على الطفل خطوة بخطوة بمهارات النظافة الشخصية، إنه ما نعارض النمو الطبيعي لطفل. لما الطفل بيجي بده يحاول ينظف المكان اللي قاعد فيه، أو يبلش مثلا يفرش أسنانه، أو يبلش مثلا ياخد صحنه للمطبخ أو يغسل إيديه، ما ناخد نحن مكانه وناخد زمام الأمور منه، لأنه هو مارق بفترة حساسة للنظافة قبل الست سنين. إذا نحن أخذنا وبادرنا وأخذنا زمام الأمور عنه، فحنا نحن هيك عم نعيق النمو الطبيعي تبع الطفل، ورح نخليه ما يعتمد على ذاته ورح يعتمد على الآخر. فبالله حتى نخلي هالعادة متأصلة بالطفل وهتكون عنده بطريقة باللاوعي عنده وعادة يومية، لازم نكون نحن ما نوقف بنمو الطبيعي عند الطفل وخليه يمارس وخليه له تجارب، يخوض تجاربه بالمهارات اليومية والنظافة الشخصية. النظافة الشخصية لازم يدرب عليها طفلي بإني أنا أخلي هذا المفهوم بتحفيز داخلي وليس خارجي. يعني أنا ما أعمل لطفل إنه كل ما عملت شغلة منيحة بنظافتك الشخصية، فرشيت أسنانك أو غسلت إيديك أو رتبت أواعيك أو أي عمل بمهارات اليومية اللي عملها، إني أنا كافئه، لأني أنا هيك عم بأصل فيه أو عم بركز التحفيز المادي وليس المعنوي. التحفيز المادي آني، يعني أنا هلأ طفلي هلأ رح يغسل إيديه، هلأ رح يكون نظيف، بس أنا إذا ما كنت موجودة ممكن ما تخلق هالعادة لدى الطفل. أما أنا إذا حفزت فيه إنه يكون عنده تحفيز معنوي، فحتصير عادي عند الطفل، حيكون أنا كمربي موجود أو غير موجود طفلي حيكون نظيف. التحفيز المعنوي بكل بساطة فيني أنا دربه عليها بهدوء وبخطوة خطوة، وحقول له كل ما عمل عمل أو نظافة شخصية معينة أو عادة يومية، رح أقول له أنت غسلت إيديك لأنك أنت طفل نظيف، أنت رتبت أواعيك لأنك أنت طفل مرتب. هذا التحفيز الداخلي أقوى وأثبت كمعلومات وكعادات من التحفيز الخارجي للطفل. التحفيز المادي ليس أساسي، فهو فقط إضافي، أما التحفيز الداخلي هو أساسي. طفلي ما نظيف مع أني أنا أم مرتبة ونظيفة، لأنه أنا عقدت النمو الطبيعي لطفل وما خليته يستقل عن حال بذاته. قبل الست سنين مهم جدا، سنوات ذهبية لطفل، أني أنا استثمرها بشكل أني أنا علم الطفل اعتماد على نفسه، وأني أنا افسح له المجال والتجربة، يعني أعطيه مجال أني أنا ما بيغسل له إيديه ما خاف أني هو حيجأجأ أو يعمل فوضى، لأنه أنا إذا دربت الطفل خطوة بخطوة وبهدوء رح تخف هاي الفوضى، رح تخف هاي العشوائية عند الطفل، وبالتالي حصير عنده عادة متأصلة وعادة باللاوعي شغالة مع الطفل بيومياته. طفلي ما نظيف لأني أنا ما استثمرت السنوات الأولى من حياته واستثمرتها بشكل إيجابي بمهارات الحياة اليومية. لما بيكبر الطفل، إذا أنا بعد الست سنين ما علمت الطفل النظافة الشخصية ست سنين وفوق، حواجه صعوبة شوي إني أنا علمه النظافة، بس أكيد الوقت ما فات، وإنما حتكون أصعب لما يكون عمره ست سنين. النصائح والإرشادات اللي بتوجه لها لكل مربي، كل ما بكرنا بالنظافة وتعليم النظافة الشخصية للطفل، كل ما نحن استثمرنا سنوات الذهبية من عمره بشكل فعال أكثر، وتأصلت هالعادة عنده، صارت عادة طبيعية بيومه.
عدم الضغط على الطفل والإلحاح عليه أنه يكون نظيف ومرتب، وعدم عقابه على أنه هو على نظافته الشخصية، لأنه الطفل حيكون معارض جدا إذا نحن أعطيناه النظافة الشخصية بصيغة الأوامر أو بصيغة الإلحاح. النظافة من الإيمان، وبهذه الحكمة قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. إلى اللقاء.